كوكو البنات، السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم فواياج ديالي من بروكسل لليونان ومن اليونان لتركيا ان شاء الله. غادي نمشي مع خوتي بجوج بيهم. هذا مسكين راجل ضغطيني يدنا على الصباح، جاي وصلنا المطار ساعة شوية. هيدا ملي كتكون الساعة الصباح متينا كتنعس 3 الصباح انا بعدا ما نعشتش. ملي كنكون مسافرة اصلا كنكون شوية متوترة، يعني مستحيل كنت ننعس، واخا كنت كنموت بالنعس. المهم فرحانه بزاف ما شاف فواياج، غير هما بقاو فيا ولادي اول مره كنسمح فيهم. عمري ما سافرت بلا بيهم بوحديتي، سي لا بروميير فوا. مي صراحه ما شاف قلبي مرتاح ليهم، مطمنه بزاف حيت خليتهم مع ماما ومع ما بالميغ، يعني بحالي خليتهم مع راسي وكيردوا لهم بال بزاف. غير انا صراحه غادي نتوحشهم حيت اول مره غادي نسافر بلا بيهم. ديجا كانوا سافروا خوتي واحد مره، كان ايلان واقيلا عنده شي 3 زون، مي ما زعمتش نسافر، قلت لهم ما نسمحش في بني والو. مي باش رجعوا، بالحق باش رجعوا كنت ندمت، قلت لهم هاد المره هادي ان شاء الله غادي نسافر معكم ضروري. بنادم خصو يعطي هيدا، شديتو الوقت لراسو خصوصا هاد الايام الاخرانيه. انا جاني بحال اكتئاب، بقيت الدار العواول الدار العواول، ما بقيتش كنخرج بحالي كنت، وديك الشيء قلت ضروري خصني شي فواياج بحال هكذا. بنادم كيبدل شتيتو الجو، خصوصا ملي كتمشي هيدا شي مدينه عمرك ما مشيتي لها، كتشوف تقاليد جدادين وناس جدادين وهضره جديده وماكله جديده، يعني كتبدل الجو ديال بصح. المهم حنا هنا وصلنا اليونان، خليكم معايا. فوالا حنا وصلنا هنايا اليونان، غادي نشبرو هاد البيس هذا، الكار غيدينا حتى نوطي ان شاء الله. كيبان لي شويه الجو بارد، خصوصا الناس اللي ساكنين هنايا كنشوفهم لابسين عليهم مزيان، يعني ماشي الجو ديال العام وديال الخروج. صافي ما طحشيش حتى وصافي. نكونو جينا على والو. فوالا هذا هو لوتيل، اسمه بلو لاغون، 5 اتوال، باينة فيه غادي يكون مزيوان. اون فيغ على الانتيريور. على برا كيبان مزيوان، جا كبير بزاف. ديجا شفت حتاش السيت ديالو قبل ما نقطعو، غير لابيسين ديالو مقادة شنو. اون فيت هاد الاوتيل هذا ما جاش فيه بزاف ديال الطبقات، المهم فيه جا غير حاني هكذا. مي المساحه ديالو كبيره بزاف، جا طويل ومهم كبير بزاف، يعني فيه بزاف الحاجات غير لابيسين ديال الناس كبارين قداش شنو هو كبير. كاينه لابيسين ديال الصغارين، كاينه اكوا بارك، كاينه سال دو سبور، كاينه لابيسين انتيريور، فيه موطع ديال الساونا، كاينه موطع ديال التنس، كاينه موطع ديال الفوتبول، كاينه موطع بحال المسرح هذا كيعملوا فيه لي سواري. تا سوبر مارشي عندهم داخل، يعني حتى ولا بغيتي تبقى في اوتيل ما غتقنطش، يعني فيه بزاف ديال الحاجات من داخل، ولا خاصك شي حاجه يعني كاينه سوبر مارشي. المهم عاملين كلشي داخل غير هاد لابيسين. هذا هو هذا غير ديال العيال الصغار، جا كبير وغير ديال العيال الصغار، جا بعيد شويه على موطع ديال الناس كبارين. المهم غير ولا بغيتي تبقى في اوتيل يعني ما تقنطش، المساحه ديالو كبيره يعني غير باش تراه خصك الوقت. غير ريستورون اللي كاينه فيه كاينه بزاف الحاجات فيه. فوالا هادي لا شومبر ديالنا، لي عطاونا هدا صال دو بان. كوكو، حنا دينا لا شومبر مع بعضيتنا باش نبقاو مونسين. حنايا أصلا جينا باش يعني باش نضحكو ونتونسو مع بعضيتنا. هدا واحد ماريو صغيور باش تعمل فيه حويجاتك. عطاونا فغيمون فريتشوسي حنايا، يعني مكطلعني الدروج متعاود الدروج. فوالا هما جاو نيشان كونيكسيون.
داخل الكونيكسيون داير انا عملتها قبل. هنايا كاينه ام تي تيغاس يعني تقدر تجلس فيها ولا ما يبان لي اوتيل باقي خاوي حتى الشك كبير بزاف اوتيل يعني في الصيف يلا يعمر لهم. طب احنا في الاخر ديال شهر 4 ما تكونش الدنيا عامره. فوالا كاينه شويه ديال الناس هنايا كتحمر بحال زعما ماشي شي قايل. انا ما نزعمش ندخل في الماء هكذا في هاد البروده كومون. هاد البنت مسكينه بغات تعمل لكم كوكو طاحوا لها مناظر، الحمد لله ما طاحوا لها شي في الماء. فوالا حنا وصلنا فغيمون مع الساعه ديال الماكله. هذا هو البوفي ديالهم، عندهم لي سوب، عندهم سلطات، غير هي ما كنقدروش ناكلو كلشي حيت بحال اللي عارفين ما عندهمش كلشي حلال. مي كويزين ديالهم جاتني بزاف كتشبه لا كويزين ايطاليان او كويزين تيرك. عندهم واحد الماكله ديالهم اسمها موساكا، عامله بحال الشكل ديال لازانيا، فيها اوبرجيل وفيها ديك الورق ديال لازان. عندهم حاجات اللي كيشبهون طوالكا، ديك مشاوي، ديك حاجات طماطم مشويه وداكشي. الحاجات اللي معروفين بيهم هنايا بزاف كيعملوا هاد الشلاضه هادي ديال الطوماط والبصل والخيار، وهاد يوغورت هذا مع الخيار. وكياكلوا بزاف لي فرماج. حتى الديسير ديالهم عندهم هاد البقلاوه، يعني عندهم بزاف حاجات بحال التوركه. وسي عندهم حتى ورق عنب بزاف كياكلوه، يعني جاو كياكلوا شويه هيدا شويه هكا. عندهم حاجات ديالهم حتى هما، مي بزاف عندهم لاحظت الحاجات ديال التواركه بزاف. فوالا مور الغدا عاودنا غير هنايا بحال نشوفو كيفاش عامل، بحال غير قريب عاودنا نشوفو كيفاش عامل، وغنرجعو ان شاء الله نعسو حتى ما نعسناش ليله كامله بحال اللي قلتكم. ومن بعد في العشيه كاينه واحد الصواري نشوفوها، عاوتاني غدا ان شاء الله يصبح نهار اخر. مواطع هنايا في واقفين خوتي هنا كيعملوا العراسات نورمالمون. فوالا ما سخيناش ندخلو نجلسو شويه على لابيسين، بعد ندخلو نعسو ان شاء الله. فريمون لابيسين كبير كبير ما كتشوفش الحد ديالو، مي بروده شويه. صباح الخير، دابا حنا عندنا نهار جديد هنايا، هاودنا للسونتر فيل باش نمشيو لي زاجونس نشوفو لي زاكتيفيتي اللي عندهم، باش ما نبقاوش جالسين غير في اوتيل ونمشيو للمدينه نشوفو الحاجات اللي نعملو ياخرين ان شاء الله.
فوالا هادو هما الحاجات اللي عندهم هادي غريغ نايت المهم كيعملوا السواغي كيشحوا داكشي وميم طون كتعشى كاينه هادي هي كاينه المهم ما حق ما عندهم شي كلشي هادي ديال لي دو فان وحده اخرى كتمشي تصاد وداكشي وواحد جزيره اخرى ما كتقدرش تمشي فهاد الساعه هادي كيمشيو غير حتى شهر خمسة. المهم حنا كنا عارفين بان شهر خمسة عاد كيبداو الحاجات بزاف بحال ما قدرناش نسافروا شهر خمسة على حسب رمضان غادي يبدا ان شاء الله قريب. Les deux fois, les bâtons à la gratuite. Santorini. Oui. Oui, je t'ai appris. Oui, je vois. Voilà. Padama, à hôtel. Ok, et ça c'est quel jour? À un moment, nous avons place seulement vendredi. Vendredi? Oui. Ah. À un moment, je... Alors vendredi on va à Bodrum. Tu peux nager là-bas? Avec ça, bien sûr. On va vendredi. Il n'y a que vendredi. L'autre dimanche. Je t'ai demandé. Hello Harriata. Gigi, t'as trop envie d'aller en Turquie. كوكو البنات دابا حنا هنايا في مرسى هاد الباطو هذا غيمشي لتركيا مهم شي واحد اللي غنمشيو فيه غنمشيو في اخر اللي مزيانه هنايا في كوس قبل تك كاينه بودروم يعني تقدر تقطع في الباطو كيعملوا قيله شي 45 مينوت هكذا وكترجع يعني من نهار كتعمل نهار كامل تما وترجع حنا نورمالمون كنا مشينا قطعنا في واحد لاجونس قعدتنا واحد الدراما مشينا قطعنا في واحد لاجونس قلت لها حنا خصنا نمشيو لبودروم قالت لنا اوكي الا بغيتو تمشيو لبودروم ديمونش او فوندغودي تمشيو لواحد المدينه واحد الجزيره عندهم اسمها نيسيروس نقوز تما نهار كامل قلنا لها حنا بغينا نسبقو من تركيا قالت لنا خليو تركيا حتى نهار الاخرين حتى نيسيروس عندنا غير نهار الجمعه قلنا لها اوكي قطعنا بيي الجمعه قطعنا بيي ديال ديمونش بان غادي نمشيو لتركيا وبارح بغازا حنا كيزي من تما عملت لها غير كوكو هكذا عيطت لي قالت لي بغيت نقول لكم ديمونش ما كايناش تركيا بعدي تعصبنا صنا قلت لها كيفاش قلت لها انا نهار اللي جيت لعندك قلت لي كاينه وديتيني الوراقي قالت لي انا بدي ماشي فالطا ديالي عيطوا لي هما وقالوا لي بان ما كاينش باطو ديك النهار حتى عندنا واحد عندهم بحال واحد عندهم واحد باك هنايا عندهم واحد فيستا عندهم واحد نهار فيغي قلت لها قلت لي بيس ما كايناش مشي قالت لي وانا بدي ما كنتش عارفه ما عرفتش قلت لها شنو نعملوا واش غونبورسي لي قالت لي وي غونبورسي لي رجعت لنا فلوس كي قطعوا هكداك واقيلا شي 20 تور رجعتنا المهم رجعتنا 60 ثلاثة بينا وهي تقول لي قلت له الوغ شوف لي تركيا نمشي غدا قالت لي نو ما عندناش كلشي معمر مستحيل تمشي قلت لها الوغ غنمشي نشوف مع لاجونس اخر وترجع لي فلوس نيسيروس كتقول لي نو ما كايناش مستحيل جبر الموطع صح رجعت لي فلوس تركيا قلت انا غنمشي نشوف كوميم قلت لها صح قالت لي بحال ما رجع لك شي كلشي رجع لك غير 50% بقات كتعيط في التليفونات قالت لي نوالو ما كايناش قالت لي اصلا ما غاتمشيش واخا دور هاد الكوس كامله ما غاتجبرش قلت لها اوكي المهم خلينا هكداك مشينا لاجونس الاولانيه قالنا ما كايناش لاجونس الثانيه مشيت لعندها قالت لي وي كاينه قالت لي كاينه غدا كيخرج في العشرة انا ما رجعتش لعندها مشيت ديك الساعه عندك شبرنا التاكسي رجعنا للاوتيل جبت لحتاج قالت لك ترجع لي البيز ديالي فهمتي مشينا تانا اوتيل جبت بي ورجعتنا 50% المهم ماشي مشكل المهم ماشي تركيا باش ما بغيناش حتى نيسيروس نقدروا نمشيو نهار اخر بحق تركي كاينه غير اليوم كاين شي نهار اخر هي كانت قالت لنا ما كايناش كتقول لي ما كاينش مستحيل تجبر المهم تعصبنا جريه ما تجري في الاخر رجعنا لا رجعتنا غير 50% سي با غاف قلت لها لو الا بغيتي خلي ديك الفلوس عندك وعملنا مثلا نهار اخر نمشيو لنيسيروس قالت لي لا ما كاينش عندي نيسيروس عندي غير النهار هذا حتى ما كتبغيش تسمع تخدم مع شي كومباني اخرى يعني كيهمهمش الناس كيهمهم غير المهم الشغل ديال دوالو السنه المهم تعصبنا المهم الحمد لله صدقنا مشينا موطع اخر جبرنا تركيا المهم رجعت لي النص سي با غاف ايوا صافي هذا ما كان دابا ان شاء الله نمشيو لتركيا كوم سا سا شونج فهمتي نمشيو لتركيا ونرجعو عاوتاني مع بزاف عندهم لي زاكتيفيتي باش تمشي تعوم مع لي دوفا عندهم ديك سفاري المهم عندهم بزاف ديال الحاجات من مشكله ما كيبداو حتى شهر خمسة دابا حنا في شهر أربعة باقي ما بداوش يعني عندهم غير هاد نيسيروس تمشي لواحد المدينه هكذا عامله بحال سانتوريني
وميم طون كتمشيو لحموطاع في كان بركان وديك شي. المهم حتى نهار اخر ان شاء الله نمشي ونصور لكم. مي قلنا زعما جينا حتى لهنايا نقطعو نبودروم. ايوا محق ما كيبقاش بزاف يعني غادي نمشي واقيلا مع ديك العشرة حسب 11 تكونوا تما ونرجعوا بحالنا مع ديك الخمسة هكذا. المهم نمشيو نعملوا واحد الدويره ونجيو عاد ماشي بعيده يعني كتقطع غير شويه وهاتينا تما وصافي هذا ما فوالا هنايا وصلنا لتركيا. حنا نمشيو نشوفو هنايا واش مدينه مزيونه. حق ما وصلنا ما نزلناش شي باطو اللي كنت قلت لكم غادي نجي فيه كاين نزلنا في سونتر فيل. حق دابا خصنا ضروري نشبرو التاكسي عادك نوصلو لسونتر فيل. كنتسنى خوتي باقي ما هبطوش نورمالمون خص حتاش هنايا قالوا لي بزاف كيكونوا الناس في الديوان راهم كيبانوا لي مرافعين. شتي كيبانو كيقولوا كتكون فيلة بزاف في الديوانة تبالي الدنيا عامرة. خوتي خليتهم باقي مورايا باقي ما خرجوش انا زعما بغيت نزباق دابا ضروري خصني نتسنى بزاف ديال الناس. يا هذا الباطو اللي جينا فيه غير صغيوار ياك غيزلان صغيوار كبير عليا خو حاجه زعما ماشي ديك باطوس كبار بحال اللي كيجيبو من الخوزيرات من طنجة. صحابنا زعما صحابنا نكونو مطورين نوضنا واقفين زعما باش نكوزو دغيا مي صدقنا كوميم كلشي جبرنا هنا كاين الناس بزاف قبل منا بصاف تكون الديوانة تما جوج الناس. كاين الناس مورانا كاين غاف جاني الجو هنايا حرارة شوية جاتني تا مدينة باينة نقية جاتني غير هاد مرسى مرسى نقية على مرسى ديالو مليهن. مي كوميم تركيا كتجينا نقية مشيت لإسطنبول ديجا نقية. انتما فين كنتو مشيتو حمراء؟ ازمير كنت غادي سير ازمير بودروم. جيهان كانت مرة أخرى عملت العكس كانت مشات بودروم بقات تما سي جوغ وجات واحد النهار جات لهنايا جات نكوس. دابا عملنا العكس دابا مشينا تخربق دابا حنا نجي عملنا العكس مشينا نكوس سي جوغ وجينا لهنايا ان جوغ. غادي حتى الحرارة هنايا بودرو مزيونة أنا سمعت عليها مزيونة واه. واه. باتلي الدنيا نقية. تا الدار شحال مزيونة. مي باطو اللي كنت قلت لكم أنا في الأول غادي نجي فيه قلت لكم ديك المرة قالت لي ديمونش من بعد كان غايجبنا نيشان سونتر فيل. مي دابا لا دابا غادي ننزلو في يعني شاف عند فحال عندهم هاد مرسى شويه بعيده شبرو التاكسي دينا سونتر فيل ما ينزلناش يعني نيشان في سونتر فيل من بعد تنشبرو التاكسي باش نرجعو. يا باتوشي نعملو غير نهار واحد ونرجعو فحالنا ان شاء الله. شوفوا ندبروا شي تاكسي هنايا عندهم نجبروهم هنايا ياك. فوالا حنا جبرنا التاكسي دابا وصلنا هنايا للسونتر في كاينه لي ماكازان وديكشي تسوقوا شويه مع عندهم بعد تنرجعوا نجبروا التاكسي ونرجعوا فحالنا. من الجو ديالو مزيان وسبحان الله هنايا ما عارف انا جاتني قريبه لي لتركيا بعض المرات كتمشي لواحد المدينه كتحس بالراحه وحده غير شوية وكان سبحان الله هنايا حسيت كتحس بالراحة تركيا كتحسهم قرابين منك قرابين منا حنا العرب سبحان الله. يعني تا كريكوس زعما سامباتيك ظريفين كيرحبوا حق ما نعرف تواكا تا الحوامي ديالهم جاتني في شوية بحال المغرب. ديجا اسطنبول عاوتاني نتايا ديجا مشيت لها مزيونة بزاف
سميت. لا والو فيها شي جوع باقي. رجعوا من الطريق اللي جينا منه باش ما نتلفوش. باش نجيبوا غير داك الشيء ومن بعد. اليوم نهار غزال مشمش. برد لحقوا على باطو مزيونة عجبتني هاد المدينة غزالة طبعا فوالا جينا تقريبا هي هذيك مع لانشا مهم كاز دغيا دغيا ما كرهناش كنا نجلسوا كثار هي هذيك الوقت اللي مشينا شرينا بعض الحاجات وما دركنا ني ناكلو ني والو ما سي با غاف فوالا كوكو لي في رجعنا دابا نكوس لا غريس مشينا نهار واحد بحال قلت لكم مشينا لطوكيا اللي مزيانه هنايا ملي جيتي لهاد الجزيره هادي كوس تقدر تمشي نهار واحد تمشي لبودروم قريبه يعني كتسمع شحال غير زلام 25 مينوت كي كتوصل لبودروم يا دو شوا باتو اللي مشينا فيها الكبير كيعمل 25 مينوت والصغير كيعمل اكثر الصغير كيعمل اكثر يعني مشينا نهار كامل غير هي الوقت خفيف يعني خصك تمشي دغيا حنا ساعات مشينا شرينا الحاجات لي سوفونير هذا حاجه 4 ساعات خصك تجري 4 ساعات يعني خصك تمشي واخا كنا شاهيين ناكلوا ماكله التواركه الحق والو ما دركناش يعني طيبنا باش نجيو دابا جينا غير ناكلو هنايا فما في هاد المارصه هنايا ناكلو شي حاجه خفيفه حتى ما نلحقوش على ماكله في اوتيل حنا عاملين حيتاش ملي قطعنا حتى ماكله في اوتيل حق عندهم ساعه محدده عندك في الصباح وفي الغداء وفي العشاء يعني كيبقاو حتى 9 حنايا اليوم عندهم سبيسياليتي ازياتيك ديال ماكله ديال الشينوا عملنا سبيسياليتي ازياتيك البارح كانوا عاملين لا غريس والبارح عملوا ايطاليا المهم على حساب كل مره شنو كيعملوا مي مزيانه واخا قلت لكم مزيانه هنايا كوس يعني تقدر تعمل ولا جيتي لا غريس تقدر تمشي لتركيا ولا مجيتي عاوتاني تركيا تقدر تجي هنايا مره هذه واحد عماين ياك جيجي عماين اختي جيهان كانت جات عملت العكس كانت جات من بودروم بقات سيمانه واحد النهار جات قطعت هنايا لا غريس بقات نهار كامل 4 ساعات هي كثر واقيله هي كانت جات في الصباح كانت عملت هنايا النهار ورجعت بحال عاوتاني رجعت من بودروم صافي هذا ما كان حق دابا خصنا نمشيو هنايا قبل ما من نكملو قبل ما نمشيو لاوتيل خصنا نمشيو لاجونس بحال اللي عاودتكم كان وقع لي بروبليم مشينا ريزيرفينا في واحد الموطا كنا غنمشيو اليوم لنيسيروس وكنا ماشيين بودروم حتى نهار ديمونش مي قاتنا جوغ فيغي ما جوغ فيغي في الاخر ما بقيناش معها دابا قطعنا الموطا اللي قطعنا في تركيا غادي نمشيو لنيسيروس دابا نمشيو نقطعو نمشيو لانتي ان شاء الله وصافي هذا ما كان حق مزيانه هكذا يعني المهم مشينا جوج مواطع دابا ان شاء الله دابا ان شاء الله نبارطاجيو بارطاجي معكم لا ونسيرو بحال قلت لكم شي ان شاء الله ديمونش وقالوا لي مدينه مزيونه عملنا بحال سانتوريني في هذيك الديور هذا فويات وديك شي مزيوان وغيدونا واحد الموطع في كان وقع بولكان شحال هذه قالوا لنا
وغنمشيو نشوفو. يعني هذيك حق كتجوز نهار كامل اكثر من هذا كتمشي معاهم وما كيجيو وراك الاوتيل وكديهم ولا فيكم يا واقيلا 30 يورو 30 يورو وتركيا وتركيا 20 يورو حكينا لي زاجونس على حسب كاين كيعمل 26 كاين 20 حنا ديك اللي كنا قطعنا معها في الاول كانت 26 وصدقنا ما متفاهمناش معاها مشينا عند وحدين اخرين على حسب قطنا نهار اخر جبرنا 20 اورو المهم على حسب جزيره في تصور فيلم ديال ماما ميا وي غيديونا واحد الجزيره اللي في تصور فيلم فيها ماما ميا المهم ان شاء الله دابا فلوك اخر ما عرفتش شنو غيتاعوا لي بجوج بيهم نعملوا مع عطيتهم ولا ما تاعوا لي شي بجوج بيهم غنعمل لكم فلوك ديال نيسيروس بوحديتو ان شاء الله نحاول نبارطاجي معكم مي فريمون مزيونه عجبتني الدنيا هنايا والجو في الاول ملي جينا كان شويه بارد مي دابا صافا الحمد لله داز كيزيان البارح بدا كيزيان الجو غير هما لي زاكتيفيتي بحال اللي قلتكم كانوا عندهم لي زاكتيفيتي كثار ديال كنشوف فيها كتهضر معاكم تبته وهي ربي اللي عالم بها في الجوع والله الا كنموت من الجوع بزاف هي الجوع هي الدوخه كنتسناو ناكلو باقي خويتي كتقول لي كنشوف الضبابه ما بقيتش كنشوف حدايا زعما مشيو الريزيرفي كنقول لها قالت لي مشيو الريزيرفي وعاد نجي وقلت لها لا والو الماكله هي الاولى قلت لها نمشيو بعدان وناكلو بحق ومي بيتو ما خصنيش ناكلو بزاف حتى في 8 و 4 من ريزيرفيين اوفيل تما وعلى قلبي ناكل ازياتيك قلت ما خصنيش ناكل بزاف انا كل واحد شتيتو هكذا شي حاجه خفيفه وان شاء الله نبارطاجي معكم لما نجي هالي بيزو لي بيو فوالا هنايا غير وصلنا للاوتيل جينا كلينا ودخلنا النيجه نعسنا حيت نوضنا الصباح بكري ونهار كامل حنايا في الزنقه تم فلوك اخر ان شاء الله ونبارطاجي معكم تشاو تشاو